قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في تصريح للإخبارية أن الهيئة تعمل على ترسيخ مبدأ التكامل مع مختلف شركائها في القطاعين العام والخاص للوصول إلى منظومة وطنية فاعلة للبنية التحتية للجودة. الصناعة ركن مهم جدا لتنمية الاقتصاد وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي، أيضا جزء من القيم الأساسية التي تتبناها الهيئة هي التكامل مع الشركاء، ونتواصل، نحن نعقد لقاء سنوي مع القطاع الخاص للتواصل وعرض التوجهات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة بما يخدم الصناعة الوطنية، وأيضا الأهم من ذلك هو الاستماع إلى الصناعة الوطنية واهتماماتها والتحديات التي تواجهها، حتى نعمل سويا على بإذن الله تعالى تجاوز التحديات وإيجاد حلول مشتركة لها. احنا عملنا في السنوات السابقة على مراجعة إجراءات منح علامة الجودة السعودية لتحقيق متطلبات الاعتماد الدولي لإجراءات المنح، وحتى تكون هذه العلامة بإذن الله تعالى معترف فيها وطنيا ودوليا، والحمد لله أنجزنا ذلك، وبدأنا مع بداية هذا العام تنفيذ الإجراءات وفق الإجراءات المطورة المحدثة.